السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله لسالي غندير معكم ديفيرونت واحد شكيلات مختلفين وحشوات مختلفين. نتمنى انكم تقيدوهم، ماشي تجربوهم، تقيدوهم بعد الغمضان وتجربوهم وي وتيجيو هائلين بزاف، عاد بزاف بزاف بزاف. هنا من بعد ما ارتحت لنا لاباط فريتي ديالنا، دونك غادي ندير واحد الشكيلات. لاباط راها عندكم، راني منزله الفيديو ديالها. دونك انايا عندي ان مورسو، دابا غنديروا لي سالي ديال لاباط فويتي. لاباط فويتي غنديروا واحد المجموعه، غنبداو ان شاء الله بجوج شكل، ثلاثه اربعه كاع اللي قسم الله. ومن بعد عاوتاني غادي نكملوا عاوتاني، كل مره غادي نعطيو بدي فارس متنوعه بحشوات متنوعه كل مره. دونك غنكملوا ان شاء الله. دابا غنبداو لي سالي بلا بات فويت. نسرحوا العجينه ديالنا تكون رقيقه، ماشي رقيقه بزاف وماشي غليظه. عاوتاني دونك دابا غادي نحيد، غناخد بعدا لي بوند ديالي، غندير لي كورني. دونك دي بوند دي كونو مقادين، دونك انتوما عندنا لي كورني ديالنا، وعندنا الطاوة ديالنا موجودة بالبابيي سلفيغيزي. دونك غنجي لهنا، غادي ندوز فوالا، فوالا ما تزيروهاش، زيروش لاباط على المول. فوالا غنجي لهنا، نشد الصفر تاع البيض وغادي نديرو هاد الفتحه بيان سور هي اللي تكون منها الطاوه. وكنعاود واحد اخر، دونك غنبدا وكنكمل الطويه. فوالا ما نزيرش، نرخف معاها يديا هكا. نجي لهنا وندير استعمل صفارة البيض، فوالا، ونحطها في الطاوة. دونك انا نعاود معكم وحدة، فوالا، دونك نتلاقاو منين نكمل لي كورني. الثاني عندنا هاد المول، هذا د الورده، غادي نقطعوه وغادي ناخدو لي مول ديالنا هادو وغادي نحطوه هكذا. هاتي هذا جاني كبير، نجيب صار منه هنا. هكذا
زبده كنسقوه عليه، من الفوق هكذا هكذا تلبسوه عليه. هالا ونحطوها في الطاوة تطيب، هالا هكذا ونحطوها في الطاوة. نزيد معكم هذه الثانية، فوالا. دونك الشكل الثالث غناخدو هادي، هو لا اي مرشم عندكم، شوفوا نتوما شنو عندكم في المراشم. غناخدو لي مول هكا وغادي نتبسوهم، لي مول يكونوا صغيورين باش تبقى لنا هاد الوردة هكا خارجة. فوالا دونك هادو نغلب بسليمون ديالي هكا، دونك انا نكمل دابا هادو ونتلاقاو عاوتاني لشكل اخر. الشكل الرابع غنديرو دواور، فوالا هادو غادي عندي الكفته خضراء دايره فيها البصله، هذا البصله طيبه والبرو وشويه تاع الربيع، دونك غادي نشدهم هادو. هادو غادي يطيبوا بالعماره ديالهم. هسي حيد هادي، كيف قلت لكم ديما لا بات فويتي لويو هكذا، ميم لي شوت لويوهم. دونك غادي نهز شويه ديال لا فارس شويه، ندير فوقها طريف ديال الكيري،
كده وغادي طويها. نجدها من هنا، غادي نلصقها هكذا من الجنب باش ما تحلش ليا. هكا دونك عندي هاد لو مول ديال لي توي، غادي نديرها فيه هكذا. دونك انا نعاود معاكم واحده اخرى. دونك عندي شويه ديال الكفته، دي طريف ديال الكيري، فوالا عندي شويه ديال البيض هكذا في الجناب، وغادي نطويها عليها هكذا ونهزها ونوقفها هكذا. نحلها هاد الفم هكذا ونستفها في هذا ديال لي توين، والفران ديالي راه تيسخن. دونك هادي غندير الكفته طريف ديال الكيري ونجمعها هلا. يلا نكمل هذا الشكل عاوتاني ونطلق الشكل الاخر. دونك غنديرو غنقطعو هكذا، غادي نستغلو المول ديالنا ديال لي توين اللي خدمنا به هذا الشكل هذا، غادي نستغلوه مادمنا غنخشيوه في الفران. دونك خصو يكون الشكيلات ديالو كاملين، دونك غادي نديروه هكذا. هادو دونك عندي الشكل الاخر اللي غادي ندير ها هو. دونك هنايا تسمحوا لي غنسرح بعدا العجينه باش تكفاني. نقطع قد هاد لو مورسو قدو هذا. غادي نرقق العجينه ديالي فوالا. دونك شوفوا مزيان شنو غندير هنا. دونك اول حاجه غنشد هاد لو مورسو كله، غادي ندهنو بالبيض
خليط اللي درت ديال البيض والباربيكيو والحليب، هادو هاد الشكل هذا تيجي هائل بزاف بزاف بزاف. هنايا عندي سرحت العجينه، دهنتها بسميتو، عندي شويه ديال الدنجال، شديت الدنجال سلقته، قطعته سلقته بحال كيف ما تنديروا الزعلوك ديالنا، صفيته من الماء ديالو مزيان ودرته في الكاسرونه، درت معاه شويه زيت العود، درت معاه جوج رويصات ديال الثومه والمعدنوس والبزار والبزار والكمون والتحميره. دونك حصلت على هاد الخلطه هادي. دونك هاد الخلطه غادي نزيد عليها شويه د الحار، شويه ديال الحار، هادي راه تجي رائعه، هادي خليوها عندكم. وغندير معلقه ديال العسل، ندير معلقه العسل، غادي نخلط مزيان وغادا نجي لهنا وغادا نسرحها. نسرحها هكذا فوق هاد العجينه، نخلي الجنيبات، شي مشكل ورا واخا توصلوهم، ولكن غير هاد كلها غادا نعاودو نقطعوها. فوالا دونك غتشدو العجينه الاخرى، سمحوا لي، وكتشدو العجينه الاخرى غادي تسرحوها فوقها. فوالا هكذا الو، شوفوا دابا شنو غادي ندير. من بعد مني سرحتها غادي نجي لهنا وغادي نقطع دي بوند، هلا هلا غنجي هكذا، غادي نطورصاديها، غادي نلويها هكذا وغادي نحطها في الطاوله. دونك غادي نلويها هكذا وغادي نحطها في الطاوله، غادي ندهنها بعدا من الاحسن باش ما نحاولش نحل دوك الدفيرات ملي نكون ندهنها. فوالا وغادي نلوي هكذا ونحطها في الطاوله. هكذا نلويها ونحط في الطاوله، دونك انا نكمل هذا الشيء هذا ونتلاقاو. دونك هادو غندهنهم وغادي نخشيهم في الفران وعاد نكملوا لهم الحشوات ديالو. دونك غادي ندهنهم هكذا، نتلاقاو ان شاء الله من بعد ملي تخرج لنا دابا الطاوة. ها نتوما الشكيلات ديالنا، ها هما درناهم، غادي دابا نخشي الطاوة في الفران وعاد نتلاقاو من بعد.
هنايا هادو اسمحوا لي قبل ما نخشيها في الفران، دونك هادو اللي خاوين، دونك غادي ندير فيهم الطون. والفخوماج ندير فيهم فخوماج، ندير فيهم كده زيتونة، وهادو حتى يخرجوا عاد نعمروهم، نتلاقاو ان شاء الله من بعد. دونك هنايا من بعد ما طابوا لنا لي صالي ديالنا، هانتوما هادوك اللي درت فيهم السوسيس، هانتوما شوفوا كيفاش تيجيو من القاع، وتيجي هذا هكايا محلول كدايا. هادو دوك لي طورصاد، دوك لي لويتهم ها هومايا، ملي طابو قطعتهم على جوج باش يجيوني قد هذا سميتو قد هاو مايا، تيجيوني على قد الحطه ديال البلاطو. دونك قطعتهم على جوج، كل وحده قطعتها على جوج، تيخرجوا كميه كبيره هادو، ورائعين في المذاق. هادو دوك اللي عمرنا بالكفته والفخوماج، شفتوا الورده كيف تجي هكذا، ما بغيناش هاد الورده هادي تجي مهزوزه. هذا سميتو، ها نتوما شوفوا درتهم في هادوك الصغيورين باش يعطيوني يلاه القاع ويخليوا لي الورده مفتوحه. هادو هادوك اللي درت لاصقتهم من الجناب ها همايا، الاخرين اللي ها هما اللي حطيت فوقهم الطاسه، شفتوا الورده ديالهم كيفاش تجي هكذا. دونك لي كورني ديالنا دابا غنبقاو ليا هادو غنعمرهم، لي كورني وهادو. دونك شنو عندي في العماره؟ الوغ عندي الدجاج اللي شحرتو مع الزبده، مع الزبده والبصله والبرو، وطحنتو الملحه والبزار ها هويا وطحنتو. دونك غناخد واحد الكميه منه، غادي نضيف عليها جبلي، دونك غادي نضيف عليها جبلي، وغادي نعجنها معاه هكدا، غادي نعجنها. جبلي ولا أي فخوماج بلون عندكم، فيلادلفيا ولا اللي بغيتو، مي حتى جبلي تيجي لذيذ. دونك غنزيد الزعتر بودر، وذوقوا الملح ديالكم والابزار. voilà دابا الملحانيه هذيك، وغادي نزيد معاه شويه ديال الزيتون مقطع، غادي نقطع شوية الزيتون، وغادي نضيفو معاه،
اللي بغا طحنو طحنو، لا بغيتو الزيتون حتى هو طحنوه، مع الدجاج حتى هو طحنوه، لا ما بغيتوش يبقى باين ليكم هكذا. فوالا دونك غنهز وغنعمر لي كورني ديالي، فوالا ارفعو بيديكم باش تدفعو القاع تاع الكورني، فوالا هكذا. دونك انا نعمر عاوتاني الثاني ونتلاقاو ان شاء الله دابا من بعد ملي نكمل العماره. هادو اللي بقاو غادي درت داك الدجاج اللي بقى ليا مطحون، زدت عليه معلقه من داك الدنجال وزدت عليه شويه ديال الحار، فوالا وغادي نعمر به هادو الوريضات ديالي هكذا. هكذا وغادي نغطيهم بالفرماج روج، فرماج احمر هكذا هكذا. دونك نتلاقاو ان شاء الله دابا ملي كملنا هانتوما هادو، ملي عمرتهم هما تما زوقتهم بالفرماج. دونك انا غنكمل هادو ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم البلاطو فينال. البلاطو ديال لي سالي ديالنا هما هادو، ها هو الشكيلات اللي درنا، لي كورني، الوريضات، لي طورساد، لي بوش على سوسيس، هادو دي بوش على سوسيس، هادو لي طورساد، هادو دي فلور فارسي، هادو سي دي سوشون اوفير، ها هما تيكونوا بحال لي سوشون لكن هما محلولين، هادو لي كورني وهادو دي فلور حتى هما. نتمنى انهم يعجبوكم. هادو اللي بقاو لنا هانتوما البنات، هادو لاباط ديالي اللي بقات، ها هي دوك لي شوت لي شاطوليه درتهم دي ميني شوسون، وبالصحه والراحه.